من المقرر أن تستضيف إمارة الشارقة يومي 17 و18 من الشهر الجاري المؤتمر العلمي الدولي للأشخاص الصم وضعاف السمع تحت شعار 5% ضمن نطاق التردد، بالتزامن مع أسبوع الصم 43 الذي تحتفل به الهيئات العاملة مع الصم في الوطن العربي. وسوف يسلط المؤتمر الضوء على التحديات التي تواجه الأشخاص الصم وضعاف السمع الذين يصل عددهم إلى 360 مليون شخص حول العالم بحسب إحصائية منظمة الصحة العالمية، أي ما نسبته 5% من إجمالي عدد سكان العالم. معنا مشاهدينا في الاستوديو هبة الحمراني، مديرة الشؤون الإدارية والمالية وعضوة في اللجنة التنظيمية لتنظيم المؤتمر العلمي الدولي للأشخاص الصم وضعاف السمع. أستاذة هبة، يسعد صباحك، أهلا وسهلا بك ويانا. أول سؤال بشكل عام، أهمية هذا المؤتمر لهذه الشريحة من الناس؟ صحيح، يمكن مثل ما ذكرتي حضرتك ان نسبتهم هي 5% نسبه الاشخاص الصم وضعاف السمع على مستوى العالم. فاكيد 5% يحتاجون دائما ان احنا نسلط الضوء عليهم، على اهم قضاياهم، على اهم احتياجاتهم والتحديات اللي يواجهونها. المؤتمر في كل سنه بتاريخ 20 الى 27 يحتفل العالم العربي بيوم الاصم العربي. فارتئينا في هذه السنه ان يكون عندنا مؤتمر يكون في نخبة أو كوكبة من الخبراء والعلماء من مختلف من دول العالم المختلفة، ويكون في عندنا تجارب لأولياء أمور ومشاركين من ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع أيضا، يعني يناقشون أهم التحديات والاحتياجات اللي هم محتاجينها. كيف كان تفاعل أولياء الأمور وأيضا ضعاف السمع والصم مع مثل هذا المؤتمر وبشكل عام مع بقية المؤتمرات التي تقام ضمن هذا الخصوص؟ يمكن نقول ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع هم من أشد أو أكثر الناس اللي دائما يطالبون بحقوقهم، فأصواتهم لهم صوت لهم رأي كبير وأصواتهم مسموعة، فكانوا طبعا من اكثر الناس الراغبين في المشاركه والحضور، وكذلك الاسر والتجارب اللي بتعرض ان شاء الله في المؤتمر لاسر بالفعل عندها اطفال ضعاف سمع او من ذوي الاعاقه السمعيه موجودين، فكان تفاعل الحمد لله والى الان يعني ان شاء الله احنا مستمرين بالتسجيل. ان شاء الله كل الخير. المؤتمر لكل الاعمار ليس فقط للاطفال استاذ؟ لا صحيح، المؤتمر اصلا يستهدف الاختصاصيين في مجال الاعاقه السمعيه، المعلمين، اولياء الامور، الطلبه، يعني كل يعني يستهدف الفئه العمريه الكبيره يعني. نعم، ايضا مع الاطفال ام بدون الاطفال؟ يعني اكيد اذا يو الاطفال من الحين يكون في توعيه لهم، لكن هو يستهدف الكبار واصحاب القرار. نعم، طيب ابرز او اهم التحديات اللي تواجه هذه الشريحه داخل دوله الامارات؟ طبعا هي التحديات يمكن عامه، يعني في وطننا العربي خلينا نقول تحديات عامه، انهم يحتاج ضعيف السمع او ذوي الاعاقه السمعيه الصمم التام يحتاج الى انه لما يروح عند الدكتور، الدكتور يفهمه هو شو يقول، فيحتاج ان يكون لغه الاشاره لغه مفهومه لدى اغلب المؤسسات الحيويه. صحيح. خلينا نقول المؤسسات الخاصه يحتاج الى مترجم لغه اشاره في البنوك مثلا، يحتاج الى تسهيلات معينه في المدارس، وجود مترجمين في المدارس، وجود مترجمين في الجامعات، تذليل بعض الصعوبات في المواد التي تتطلب حفظ بشكل كبير. يعني في تحديات يواجهونها. طيب هاي النقاط مهمة جدا بالنسبة لأي شخص يعاني. صحيح. من ضعف السمع أو فقدانه. صحيح. كيف يتعامل هذا الشخص مع المؤسسات اللي ذكرتيها كلها، وهي كلها مهمة وكلها كل شخص بحاجة. صحيح. إلى يروح لها عدة مرات خلال السنة على سبيل المثال. صحيح، يمكن من هنا دور مدرسة الأمل للصم اللي هي تابعة لمدينة شرق الخدمات الإنسانية اللي تأسست من 1979، دائما في توعية مستمرة لمختلف الجهات سواء كانت الحكومية أو الخاصة، البنوك، المؤسسات العامة، نطالب دائما أن يكون في مترجمين لغة إشارة، نعمل دورات تدريبية عامة للمجتمع لموظفين خدمة العملاء. يمكن يكون صعب أني أنا أوظف موظف خاص بلغة الإشارة، لكن أنا أأهل موظفين الاستقبال مثلا على التحدث بلغة الإشارة علشان لما يجي المراجع يقدر يتواصل معه يتكلم معه. نعم، احنا ذكرنا خلال المقدمة أستاذة هبة إحصائية عن عدد ضعاف السمع الصم حول العالم، ماذا عن داخل دولة الإمارات؟ هل من إحصائية لديك؟ صحيح، بحسب وزارة تنمية المجتمع كان يوجد داخل الدولة 1699 شخص من ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع.
أضعف السمع. طيب هل من جهات خاصة مؤسسية تقدم بشكل دائم الدعم المالي لنحدد لهذه الشريحة من المجتمع داخل دولة الإمارات؟ خلينا نقول أن الدعم المالي هو جزء من الاحتياج، لكن ليس كل الاحتياج. يعني احنا عندنا مثل ما قلنا التأهيل، زيادة الوعي، زيادة الثقافة لدى المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. مثل ما قلت مدرسة الأمل للصم كانت من أوائل المدارس تقدم خدماتها في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية. تخرج مجموعة من الطلبة من تتبع طبعا وزارة التربية والتعليم، اللي كانت مشكورة الوزارة مستجيبة لكل متطلباتنا وتسهل عملية التعليم للأشخاص من ذوي الإعاقة. وافتتحنا المركز الصباحي والمسائي، فصرنا نعطي للموظفين اللي كانوا الصم الموظفين اللي ما يستطيعون يكملون تعليمهم في الفترة الصباحية يكملونها في الفترة المسائية. الجامعات في استجابة بعد، يعني مثل جامعة الشارقة فتحت مركز خاص اسمه مركز الموارد، طبعا بالتعاون مع المدينة، هي خاصة بالإعاقات ككل. نعم. والإعاقة السمعية كذلك من ضمنهم، توفير مترجمي لغة إشارة في الجامعات. تخرجت أول خريجة صماء كانت من جامعة الشارقة. نعم. مصممة جرافيك، وهي الآن موجودة في المدينة تعمل كموظفة معنا ما شاء الله. وفي مجموعة من الخريجين نتوقع تخرج 11 طالب الآن من الثانوية العامة إن شاء الله من الجامعة. نعم. من المدرسة عفوا. طيب اللي تشتغل وياكم أستاذة هبة، كيف يتم التعامل معها؟ طبعا هم متميزين جدا في قراءة لغة الشفايف، يعني هم أسرع منا حتى في التعلم، فهم يجيدون دائما احنا نقول ثنائية اللغة، هم عندهم لغتهم الأم لغة الإشارة. احنا نحاول طبعا نتعلم معاهم لغة الإشارة، لكن هم بعد أسرع في قراءة الشفايف، فهي ممكن تتواصل معنا عن طريق قراءة الشفايف وبعض حركات لغة الإشارة اللي احنا نعرفها، يعني تسهل الموضوع. طيب والمؤتمر، إن عدنا على المؤتمر، هو يستقطب كل الشرائح المجتمعية، يعني من مواطنين ومن مقيمين والجميع. صحيح، احنا عندنا اصلا الخبراء ان شاء الله اللي بيكونوا موجودين، عندنا من دولة السعودية، مملكة السعودية، من عمان، من مصر، من الأردن، من السويد، من أمريكا، من لندن، من يعني من مختلف دول العالم. في عندنا ترجمة بلغة الإشارة وترجمة باللغة الإنجليزية إلى العربية والعكس، عندنا ترجمة بلغة الإشارة المحلية العربية ولغة الإشارة الأمريكية كذلك، يعني في لغتين ما شاء الله. أغلب هذه الشريحة تتعلم لغة الإشارة في دولة الإمارات أستاذة هبة، هل بسهولة مثلا هناك مراكز عدة يسهل الوصول إليها؟ تكاليفها كيف تكون؟ هل هي متاحة للجميع؟ صحيح، هو التعلم متاح للجميع. وفي مثل ما قلت أن المدينة تنظم دورات في لغة الإشارة تكون مجانية حتى لأولياء الأمور. نعم. للمؤسسات المختلفة، في كذلك مؤسسات كثيرة تسوي هذا الشيء، وفي مبادرات، يعني مثلا في محكمة الشارقة مثلا دائما يطلبون مترجم لغة إشارة يكون حاضر مع الشخص إذا كان في قضية. نعم. أو كذلك في المستشفى دائما يستدعون مترجم لغة الإشارة اللي موجود عشان بس يسهل يعني طريقة الحوار بينهم. نعم. نتمنى لكم كل التوفيق، نتمنى كل الخير لهذه الشريحة المهمة في المجتمع. شكرا جزيلا لتواجدك معنا في الاستوديو. حدثتنا هبة الحمراني، مديرة الشؤون الإدارية والمالية وعضوة في اللجنة التنظيمية لتنظيم المؤتمر العلمي الدولي للأشخاص الصم وضعاف السمع.